بقى ليه حبيت خاصة انه يكونوا الابطال هيك؟ وبنلاحظ قد ايه الاحداث كمان متقلبة وكثيفة، يعني عم نقريه نحن بنكون عم نلهد نحن عم نقرا الكتاب، يعني ما رح نحكي اكثر تيروحوا كلهم يشتروا الكتاب ويعرفوا اكثر عن القصة المميزة. ايه بتعرفي هي لما هيدي مش هيدا اول كتاب، يعني هي اول كتاب، بس في شغله انه في كتاب بيصمموا نعم. بيصمموا من الاول للاخر وبيعملوا فيش لكل شخصيه نعم. شو بتاكل والباك جراوند تبعه وهيك. انا ماني هالقد بتفوت بالوصف الدقيق. ايه كان عندي الباك جراوند، الباك جراوند هو بكانون الاول 2012 بعالم في تطور تكنولوجي كتير قوي، وبذات الوقت الكوكب كله فايت بغليان كاتاستروف ناتورال، زلازل، تسوناميات، وفي حروب كتير عم تتكاثر، وهي الاشياء كلها كانه عم نوصل على كاونت داون لحديت 21 وهي نهايه العالم، اما شيء فظيع رح يصير. بقى هيدا هو. غير هيك كان عندي انه بطل هو انسان بيحكي عن قصص اجتماعيه، صح، بس عايش يعني بعيد عن بعيد عنه، بنحس قد ايه كمان عنده هالانسانيه اللي غيره، وحس انه قد ايه الناس بدها تتحكم بس فيه، بس عايش كمان بلا مبالاه، صح، وشوي شوي رغم مالجري رح يفوت ورح ينجر ورح يجي ورح يخلص الانسانيه، بس اهم شيء له مش ما نخبر كل يخلص نفسه يخلص نفسه اهم شيء. على كل حال دوميلتريز كتاب رائع، التوقيع لكن نهار الثلاثاء الساعه 5 بتيات مونو، بنقول لك كل التوفيق، وكتاب خرج ينعمل فيلم طويل لازم. جوني كاليتش ميرسي لحضورك معنا، ان شاء الله نرجع نستضيفك بكتب بعد.